برحب بيكم مرة تاني. واللحوم وأسعار اللحمة في السوق المصري وصلت لفين؟ يمكن في بداية الحلقة قلنا على 400 جنيه وبالتالي سألنا الناس ممكن تستغنى عن اللحمة، لكن احنا النهاردة جايين نتكلم هو إيه الأسباب اللي وصلت السعر لهذا الرقم؟ طيب هل ممكن يحصل انخفاض في سعر كيلو اللحمة بالتزامن مع انخفاض الدولار في السوق الموازي؟ لان احنا اصبحنا الحقيقه بنربط الدولار دايما بكل السلع، هل هو انخفض ولا ارتفع؟ وبالتالي نسال على وضع هذه السلع. واحنا كمان مقبلين على شهر رمضان، فما الموقف خلال الفتره المقبله حول الاسعار؟ يمكن ضيفنا اللي موجود معانا النهارده وهو طبعا الاستاذ هيثم عبد الباسط رئيس شعبه القصابين، قدم او قرر ان هو يقدم بعض الطلبات لرئيس الوزراء ووزير الزراعه فيما يخص قصة الأسعار، لأن هو شايف أن الأسباب هي أسباب غير منطقية وبالتالي لازم يكون في اتخاذ لبعض الإجراءات. طبعا برحب بيك معنا يا فندم معنا يا النهاردة، وقصة الأسعار وكيلو اللحمة اللي كسر 400 جنيه، حضرتك بتشوف الموضوع إزاي؟ لأن حضرتك ليك وجهة نظر مختلفة، شايف أن الموضوع ملوش علاقة بالدولار، ليه علاقة بأسباب أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري، وإن شاء الله يكون شهر رمضان شهر بداية انفراج على الشعب المصري كله. كل سنة وحضرتك طيب وبخير. الشعب بخير. هو المرة دي يا أستاذة المشكلة ليس كانت المشكلة في الدولار في السعر الموازي، ليه؟ لأن احنا العجول اللي احنا بنشتغل في مصر ازاي؟ بنشتغل إن الشركة القابضة في الحكومة ممثلة بتجيب لحم من دولة السودان، من دولة تشاد ومن دولة جيبوتي، بتطرحه في منافذ الدولة الثابتة المتحركة زي أمان والمجمعات الاستهلاكية. هو احنا عندنا اكتفاء ذاتي قد ايه يا استاذ هيثم في الأول بس عشان نعرف احنا مكتفين قد ايه وبنستورد قد ايه؟ احنا انتاجنا المحلي 40% وبنستورد 60% في صورة عجول حية جاية من دولة كولومبيا وجاية من دولة البرازيل وجاية من دولة أوكرانيا. العجول دي بتتذبح على الذبح الفوري وتتعامل نفس اللحوم البلدية. ده شق القطاع الخاص. أما شق الدولة فالدولة بتسافر تجيب عجول من دولة السودان ومن دولة جيبوتي ومن دولة تشاد بتطرحها في المجمعات الاستهلاكية وفي منافذ الدولة الثابتة أو المتحركة. يعني بنستورد 60% من استهلاكنا من اللحوم. زي ما شرحت لحضرتك كده، احنا عندنا نوعين، دولة بتروح بتجيب باتجاه وكبار المستوردين بتروح تجيب في اتجاه اخر، وعندنا صغار المربيين اللي هو ابو عجل وعجلين اللي هي اهالينا الفلاحين اللي موجوده في المنيا وفي اسيوط وفي سوهاج وما شابه ذلك. المره دي الغلاء اللي حصل ده غلاء وهمي، بمعنى ان في العيد الكبير دخلت عجول. العجول دي اللي هي نوضح العجل الاسباني والكولومبي والبرازيلي، دي عجول بتيجي من الدول دي بيجيبوها كبار المستوردين. العجول دي بتيجي على الذبح الفوري. العجول دي اتباعت صاحيه في العيد الكبير ب 100 جنيه. صاحيه نفس. هي نفسها العجول هو نفسه العلف اللي موجود رفعوه مع تضامن دخول عيد اول عيد علينا عيد 7 يناير ابتدوا يرفعوا في الاسعار على اصحاب محلات الجزاره وارتفاع غير مبرر. مع انهم كانوا مدخلينها من قبلها وبالاسعار القديمه. برافو عليك. ده بيحصل بقى في ايه؟ في كافه السلع. بدليل ان انا اتكلمت في احدى الفضائيات من اسبوعين ثلاثه وقلت ده سعر وهمي، بدليل ان اول ما حصل انفراجه على مصر هم الاسعار نزلت. وحضرتك لسه دلوقتي كنت بتتكلمي على الحديد، الحديد قلتي الحديد نزل الطن 6 و7، طب هما الماده الخام دخلت دلوقتي ونزل دلوقتي؟ فلازم هنا الدوله هنا تعمل حاجه اسمها حمايه مجتمعيه وتراعي في البعد الاجتماعي للاسر المصريه، بمعنى طول ما انا شغال على دولار عقبال ما اتبع سياسه الانتاج، احنا اول حاجه لازم نتبع سياسه الانتاج، ازاي نحسن من السلالات؟ ازاي نزرع علف على اراضينا؟ ازاي نحسن من انتاجيتنا؟ ده شق. الشق التاني بقى اللي احنا شغالين عليه التكاوي اللي هو استيراد. نعمل احنا ايه؟ انا كنت طلبت قبل كده مؤسسات الدوله ان هي تحط هامش ربح لكبار المستوردين على كافه السلع، بمعنى ايه؟ الناس دي لما بتسافر تجيب اي سلعه سواء العجول او العدد والالات اي شيء. انت بتجيب دي بفاتوره، حط له الدوله تحط له هامش ربح 20% 30% نسبه ارتضيه واربط السعر يا يعني استاذه. المسؤول عن الزياده دلوقتي المستوردين طبعا وكبار التجار طبعا. الجزارين ما همش نقه ولا جمل، الجزار صاحب المحل ده ملوش نقه ولا جمل، ده شأنه شأن المستهلك، ده مهروس عظمه قبل لحمه شأنه شأن المستهلك. الجزار اللي بيبيع ربع وبيبيع في عقده ده اصلا مش عارف يعيش خلاص انت. طيب المستورد او التجار الكبار بيكسبوا قد ايه
والجزار نفسه بيكسب قد ايه؟ يا فندم مالكيش دعوه الجزار يا فندم، استاذ يوستينا الجزار ده دلوقتي في حوالي اكتر من 60% خرجوا من المنظومه. ده خلال قد ايه يا استاذ هيثم؟ ليه يا فندم؟ خلال قد ايه؟ ما تسأليني ليه يا فندم عشان اجاوبك. اتفضل. اما دوله الدكتور حسين منصور بتاع جهاز السمنة قال لك احنا ما بنستهلكش 20 كيلو في السنه المواطن المصري، يبقى فين الكشر اللي في السوق؟ الجزار اللي بيجيب ربع عجل ده مش عنده بيت واسره وعمال ومطلوب منه استهلاكات؟ ما هو ما بيبيعوش. هي كل المناطق يا استاذه مرتفعه في الدخل، ما انت عندك مناطق عشوائيات كتير، عندك الاجور متدنيه. طب المشكله تقريبا حصلت عشان بس نرصد الموضوع مع بعض. ما احنا بنرصد الخروج الخاص بالجزارين كان خلال فتره قد ايه؟ احنا على مدار العصور كده عمالين يخرجوا، واحد يلو الاخر، واحد يلو عشرات بيخرجوا. ليه؟ لانه هو اصبح ان الجزار في المنطقه الضعيفه، وانت عارفاها ما نذكر مناطق كتير جدا ضعيفه ما عندهاش قوه شرائيه. لما الاحصاء بتقول ان احنا مثلا 60% اجور متدنيه، يعني مرتبات متدنيه، هيبقى فين القوه الشرائيه عند الجزار اصلا؟ انت ما تبصيش للهايبر، او ما تبصيش لمدينه زي مدينه ناصر او التجمع، او ما تبصيش ل 30% من الجزار يعتبر هم ماسكين صفه المجتمع. انما الباقي، انا بتكلم على الباقي اللي هي عامه الشعب، الناس اللي ساكنه في الزاويه، المرجة، ما شابه ذلك، ده يروح فين ده؟ ما طبعا يهمنا الكل، يهمنا دلوقتي اللي حصل اللي حصل اليومين دول في كافه السلع والكلام على غلا وهمي، بدليل ان هو اول ما حصل انفراج انزله. انا كنت بتكلم في ايه؟ ان اصلا ما فيش قوه شرائيه في السوق، طب انتوا بترفعوا ليه؟ المفروض يبقى في حاجه اسمها الحكومه تتدخل مع الناس دي، يروا حاجه اسمها البعد الاجتماعي. طيب يحطوا هامش ربح، هامش الربح ده يربط بيه من اول السنه لاخر السنه، بدليل لحم المجمدات البرازيل اللي موجود في الثلاجات، الهندي كان بيتباع من 150 ل 200 جنيه، هو نفس اللحم. هو موجود في الثلاجات قفلوا عليه، ابو 200 وصلوه 300 الهندي، البرازيلي ابو 250 رفعوه لحد 350، ولحم فضلوا شهرين ثلاثه وانتهى. لازما هنا انا اعمل لجنه اسمها لجنه تتبع، تعمل حاجه اسمها حمايه مجتمعيه لكافه الاسر للشعب كله، اللي انا بتكلمه ده لصالح الحكومه ولصالح الشعب ولصالح البلد. حضرتك قررت انك هتقدم مذكرتين لرئيس الوزراء والوزير الزراعه، لو تكلمنا اكتر على المذكرتين دول، يعني عن ايه تحديدا وايه مطالبك فيهم؟ انا فعلا قدمت مذكرتين بالفعل يوم الاحد، رحت الغرفه التجاريه وانا بشكرهم على الهوا، ناس متعاونه جدا بيتعاونوا مع كل الشعب، الناس القائمه على عمل الشعب بتتعاون من اجل المصلحه العامه، والناس فعلا قرت المذكرات، طلبات مشروعه للسيد وزير الزراعه وللسيد رئيس الوزراء. دي طلباتها اللي انا بطلبه، في طلبات مشروعه مش هتكلف الدوله فلوس، بس من هدفها هو تحسين وضع سوق اللحوم في مصر. لازم ناخد بيها عده اجراءات، ده من وجهه نظري وانا بعمل خبرتي في مجال اللحوم وانا ممارس في اللحوم. ايه الطلبات؟ ايه الطلبات اللي في المذكره؟ يعني عشان طبعا انت بتطالب باغلاق المجازر لمده 3 ايام في الاسبوع، ايه السبب؟ قلنا حد واثنين وثلاثه لحد ما عمليه الذبح والعشوائي. ليه دايما شايفين ده حل؟ لان حضرتك لو هتروحي للجزار مش هقول مره واحده، وامنع عمليه الذبح العشوائي، انظم السوق الداخلي. قلنا تاني مطلب هو عدم تصدير اللحوم البلديه المصريه من مجزر البساتين حفاظا على السلع الحيوانيه المصريه، لان تصديرها بيؤدي الى ارتفاع اسعارها في الداخل. ما ينفعش انا اكون بستورد واروح اصدر لحمي وبحدد الدول اللي بروح لها، دوله الكويت وقطر والسعوديه. انا عندي عجز في المعروض، بروح اصدر بيحصل ارتفاع في الداخل، وده حصل فعلا. في مطالب تاني؟ تالت نقطه، طلبت الدوله تقعد مع كبار المستوردين وتحدد لهم هامش ربح على العجول البرازيلي والكولومبي والاسباني، لأن ارتفاع هذه العجول في هذه الأيام هو ارتفاع وهمي ولا يعكس السعر الحقيقي لهذه العجول. طيب طلبنا كمان من الدولة إن لابد إن هي تختم اللحم المستورد، وقلنا كده البرازيلي وكولومبي الأسباني، بختم مختلف عن اللحوم البلدية، لأن ختمها موحد بيؤدي ارتفاع أسعار اللحوم البلدية. تمام، عايزة أتناقش مع حضرتك في يعني أكتر من مطلب، لأنهم الحقيقة يعني كلهم كلام مهم. اولا ليه طالبت بفكره اغلاق المجازر او المحلات لمده 3 ايام؟ لا انا ما طلبتش في الأسبوع. المحلات المجازر ليه المجازر. دايما بيكون ده من وجهه نظركم حل للمشكله، هيعمل ايه؟ هقول لك ليه يا فندم. اولا هحد معامله الذبح العشوائي، دي رقم واحد. اتنين هيبقى عندي سهولة ان انا هنضف المجازر واطهرها. تاني حاجه ان في يوم من الحد ده بيحصل فيه ذبح بكميه كبيره جدا، واغلبيه اللي بيتذبح فيه بيبقى كله مردود بالخساره، عشان اوقف التدوير اللي بيحصل في اللحمه. يعني في ناس تاخد اللحم كده يوم الاحد بمعنى ابسط تروح تحرقه. يعني ايه تحرقه؟ يعني تبيعه بسعر محروق. فانا عايز امنع دي كمان، عايز احلل الحاجه تتباع بسعرها الرسمي، مفيش ذبح عشوائي عمال على بطالك. دي حاجات كلها من قبلها اصلاح منظومه اللحوم.
ليها مطلب تاني كمان، احنا علاقتنا كويسه بدوله البرازيل، لسه بنحتفل بتاسيس 100 سنه على علاقتنا بالبرازيل. احنا اتفقنا مع البرازيل على اتفاقيه البريكس، ليه وزاره الزراعه ما تفعلهاش وهي تجيب العجول دي وتطرحها للساده الجزارين ووزاره الزراعه تكسب وبسعر معتدل واحنا علاقتنا كويسه؟ وبالمناسبه ان النهارده بيتواجد على اراضينا رئيس بنك الائتمان الزراعي البرازيلي، بيجتمع مع السيد وزير الماليه لمناقشه بعض الامور الماليه. ليه ما نفتحش معاه في هذا المجال؟ وكان عندنا من شهر نائب وزير وزاره الزراعه البرازيلي. كان الرئيس نفسه موجود كمان في مصر، رئيس يعني البرازيل. ودوله البرازيل من الدول الصديقه المتعاونه، ليه وزاره الزراعه ما تخش وتدفع الاتفاقيه دي وتجيب بيع العجول دي وتطرحها للساده الجزارين وعندها الدوائر فاضيه؟ يبقى انت بتعمل مساهمه للمجتمع المصري، بتحافظ على الجزار اللي هو بابن البلد لانه في الاخر مواطن ومن حقه انه يعيش. قصه التصدير، حضرتك بتقول لنا ان احنا على الرغم ما بنستورد نسبه كبيره جدا من استهلاكنا الا ان احنا كمان بنصدر. ليه بنصدر؟ اساليهم بقى يا فندم. او بنصدر قد ايه طيب؟ بنصدر كميات بيطلع من مخزن البساتين، كميات ضاني كبيره، حوالي في الاسبوع حوالي 500 600 خروف وحوالي من 300 400 عجل بقري بيطلع للدول الشقيقه دي. انا بقول ان احنا عندنا عجز في المعروض، ما هي تصديرها بيؤدي ارتفاعها في الداخل. طب انا ازاي انا دلوقتي انا مش منتج للحوم وعندي عجز، اروح اصدر ازاي؟ ما ده شيء مش طبيعي. الدوله بقى الدول دي لو عايزه، دوله زي السعوديه ولا قطر، هم عايزين وفي مشاكل على باب المندب، ممكن يجيبوا من اي دول تانية، ما الدول موجوده تجيبوا منها، يجيبوا يعملوا عندنا ترانزيت واحنا نبعته، ايه المشكله؟ بس باللحمله مش هينفع، لان انا كده بهدر الثروه الحواليه وبأدي ارتفاعها على المستهلك المصري. ازاي انا بستورد واروح اصدرها؟ وده فعلا حصل في الضاني، ان الضاني من حوالي من 3 اشهر كان بيطلع تجاري ب 300 جنيه، النهارده طالع ب 400 جنيه وهيعدي بسبب التصدير. وبهدر الصراحه انا عندي، انا عايز احافظ على ما تبقى من السلاله من الابقار المصريه ومن الاغنام المصريه، لازم احسنها واعيد تهجينها، لازم احافظ على ما تبقى من السلاله، لازم اشجع المربي، لازم اوفر له اعلاف. طيب كل دي طلبات مش هتكلف الدوله حاجه، بل بالعكس حافظ على ما تبقى من الاناث المصريه ومن الحيوانات المصريه. طيب يعني اذا شايف دي مطالب مشروعه جدا وتاثيرها هيكون فعال على السوق وبالتالي هينعكس على الاسعار. طبعا. طيب نرجع مره تاني لقصه الاسعار. قبل ما اسالك على الفتره اللي جايه، ليه في الايام الحاليه بنلاقي تضارب كبير جدا في الاسعار؟ يعني اماكن ممكن 380، اماكن تانية ممكن 500 جنيه. ايه الفرق وليه هذا الاختلاف وهذه الفجوه الكبيره في السعر؟ ثقافه اللحمه عندنا في مصر مش بتتباع بكام، بتتباع ازاي. يعني مثلا اهالينا، يعني لسه كنت بتكلم مع زميل وانا داخل، اهالينا مثلا في منوف وفي الارياف بيبيعوا اللحم باكتش على بعضه كده، يعني بس العجل بيتذبح بيشيل منه 8 مواسير وبيقطعوا اللحم زي ما هو كده بخيره كده بدهنه بقراقيشه بشغته بكله. دي ثقافه عند اهالينا في الارياف. هنا في مصر حضرتك هتروحي تاكلي، عايزه كيلو سكالوب، عايزه تاكلي كيلو ستيك، ده ليه سعر خاص، ده اللي بيعمل الاذواق هي اللي بتاثر على سعر اللحمه. ايه الاذواق؟ مش القطعه، لان اللحمه فيها نسبه هدر عاليه جدا، لان احنا كنا في السابق ما كناش بيطلع عندنا الهدر ده لا في العظم ولا في الدين. لما غيرنا منظومه العلف والاكل ابتدى الهدر اعلى، ابتدى اللحم البلدي معدل التحويل بتاعه نص كيلو. ليه؟ مش جاي على علف المستورد، العجل البلدي اللي هو بعيد اهلنا الفلاحين في اسيوط وصاجه وما شابه ذلك، معدل التحويل بتاعه عليه نص كيلو، كمان العظم بتاعه عالي، الدهن عالي. ليه؟ غيرت نمط اكله، فبقى الهدر عندي اعلى والعظم اعلى، فده اللي بيؤدي برضه لارتفاع السعر مع اختلاف الاذواق. يعني مثلا حضرتك هما شبه من الناس بياكل مثلا ستيك كباب حله، اكيد قطعه اللحمه بتختلف وبتغير في السعر. لكن احنا بنتكلم على نفس اللحمه لما نلاقيها في المنطقه الفلانيه بسعر والمنطقه الاخرى بسعر اخر، ده اللي احنا بنتكلم عليه الحقيقه. بص يا استاذه، في مناطق بتشتغل حاجه العجل عباره عن اربع اجزاء، في اتنين جزئين اماميين وفي جزئين خلفيين. الامامي دايما في المناطق الشعبيه ارخص شويه، وقلت لك ثقافه البيع، يعني في جزار يشيل بس العظم زي ما هو كده يبيعه زي ما هو ويحمله نسبه دين. حضرتك انت مثلا داخله جزاره فرنجي عايزه ستيك وكباب حله، لا ده ليه سعر تاني، لان هو مشتري اللحم الفخدتين دول بسعر اعلى. تمام. طيب علشان وقتنا مع الاسف جري، استاذ هيثم ختاما اسالك على الفتره اللي جايه الاسعار هتكون عامله ازاي، وفي نفس الوقت خلينا نشير ان سعر العلف نزل وده بناء على تصريحات المسؤولين، ف هل هنشوف انخفاض في اسعار اللحمه الفتره اللي جايه؟ انا ان شاء الله عشمان في المولى عز وجل ان يحنن قلوب
الحكومة علينا وتتدخل مع السادة المستوردين ويوضع لهم حل للي بيحصل في ارتفاع المهزلة. وبعدين اللي احنا بطلبه دي طلبات مشروع، انما انا على نفسي اتوقع انخفاض واتوقع نزول. بس لازم يا استاذة عشان نحافظ ويشعر المواطن بحزمة الإجراءات اللي خدتها القيادة السياسية اللي هي من زيادة المرتبات وزيادة الأجور وزيادة المعاشات، لازم ده عشان يبان مردوده على المستهلك والمواطن المصري، لازم الحكومة من الداخل تتدخل مع الناس دي وتوضع حد الارتفاع اللي ملوش أي مبرر. كان مهم نتقابل علشان نفهم قصة الأسعار وكمان نسمع صوت الجزارين ورأيهم في الارتفاع اللي احنا شايفينه في هذه الأيام. بشكرك جدا أستاذ هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، شرفتنا النهاردة. شكرا. بشكرك جدا. مشاهدينا نخرج فاصل سريع وبعد الفاصل هنفتح ملف التصالح في ظل ان خلاص القانون يعني انتهت صياغته وايضا اللائحة التنفيذية. هنتعرف بقى على ايه المختلف في القانون ونعرف مين الحالات اللي هتستفاد بالتغييرات اللي حصلت وكل تفاصيل الجديدة اللي ليها علاقة بملف التصالح بعد الفاصل. استنونا.